خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة أفندم. أهلا بيكي، أتعرف بيكي؟ لا أبدا. أفندم؟ أنا عايزة أتكلم، أنا اسمي محبة أدبي. طيب أعرف كام سنة؟ أنا عندي 17 سنة. طيب ممكن توطي الراديو خالص عشان نعرف نسمع بعض؟ بصي يا سما، انا كنت بحب قريبي. كنت بتحبي ايه؟ بحب قريبي. بتحبي قريبك؟ يعني انا كنت بكلمه في التليفون وكده. فايه جي اخر فتره، كنا بقالي 3 سنين بكلمه دلوقتي، وجي اتغير معايا، يزعق ويقول لي انت ليه كل ما بتكلمه بتقولي لي. يعني بقالكوا 3 سنين مع بعض وبدا دلوقتي يتغير معاكي. عنده كام سنه؟ هو عنده 22 دلوقتي. طيب انت ملاحظه انك عندك 17 سنه وبتحبيه بقالك 3 سنين، يعني بدات العلاقه معاه وانت عندك 14 سنه؟ وفي الفتره دي ما كنتيش حاسه ان دي علاقه طفوليه ما بين طفله وولد عنده 16 سنه؟ لا ما كنتش حاسه كده. هو كمان بيقول انا بحبك. ماشي. فايه هو كان في الجيش. ماشي. انا قلت له، قال لي انا هخلص جيش وهاجي اتقدم، وكان قايل لباباه. وكان واحد برضو قايل لباباه، ففي واحد قريبنا برضو كان قريبنا مراته اخوها كان عاوز يتقدم لي. فهو قال له لا، انا رايحه اتقدم لها يا خالي وكده، ما تخليهوش يروح لها. وبعد كده ايه بقى بيزعق وشتم كده، انا حسيت ان هو معايا اتغير، ويقول لي انا مش عارفه انت بقيتي تعملي كده. قلت له انا ما بعملش حاجه والله غلط، انت كل ما تقولي على حاجه بقول لك حاضر وطيب. كنت بكلمه وبسمع كلامه في كل حاجه. وبعد كده انا نزلت شغل. ماشي. كان في الشارع اللي ورا بيتي. فايه فانا يعني كذا مره واحد شافني، هو اسمه محمد، كذا مره يشوفني وكده يقول لي اخر مره جه، فقال مامته قالت لي هو عايز يجي يتقدم لي. ده غير الانسان اللي مرتبطه بيه، حد تاني يعني. انا من نرفزتي منه. فانا رحت انا موافقه، وهو عمال يتصل بيا دلوقتي يقول لي انا عايزك على فكره، وبابايا موافق بيكي وعايزك، وكل ما بروح عندهم. بس انت اتخطبتي لمحمد ده ولا لسه؟ لا انا مقري فتحتي بس. مقري فتحتك. اه. ايه اللي خلاكي تتغاظي منه؟ ان هو بيقول لك كلام وحش او بيشتمك او كده؟ ايه؟ عشان بيشتمك وبيقول لك كلام وحش ورحتي اتخطبتي لمحمد. هو كان بيقول لي انا هسيبك وانا مش عارف ايه، ويقعد يزعق ويشتم ويقول لي انت بتنزلي ما بتقوليليش انت ايه وانت. قلت له والله طب غصب عني ما بيسمحش الفكره ان انا اتصل بيك، فبكون مستعجله وانزل. فانا اتخطبت لمحمد وعمال يتصل بيا ويقول لي انا بحبك وعايزك، وكل ما بروح عندهم ساعات عمي ابوه بيلمح لي يقول لي انت يقول لي اطلعي، اقول لهم ما فوق، او يقول لي رخيمي عليه صحي من النوم كده. طب ما اصل الكلام الكلام كتير. بصي الكلام كتير، الكلام كتير. هو بيقول لك بابا وافق ان انا اجي ارتبط بيكي، ابوك انت هيوافق؟ انا مامتي كنت قايله لمامتي من الاول، بس هي كنت قلت لها ان انا بحبه كده، وقالت لي لو جه يتقدم انا هوافق. بعد كده قلت لها يا امي انا سبته. طيب بصي هقول لك حاجه يا بنت الناس. كتير قوي بنخش في علاقات واحنا صغيرين قوي، فالعلاقه بتتعك بتتبني على غلط، بيبتدي من عندي 14 سنه بياخدك، وانت عندك 14 سنه وهو عنده 17 سنه، يربيكي تكبروا مع بعض، تبتدي تحصل المشاكل من طفله بتكبر بتنمو قدامه. يعني ما ينفعش ادخل في علاقه او تدخلي في علاقه وانت لسه بتطولي. يعني حاولي تفتكري كده، انت لما دخلتي العلاقه معاه كان طولك قد ايه ودلوقتي طولك قد ايه؟ شكلك كان ايه؟ ارجعي لصورك، ودلوقتي شكلك ايه؟ هو شكله كان عامل ازاي ودلوقتي بقى شكله عامل ازاي؟ يعني اعتقد ان هو صوته تخن في المرحله دي اللي هي بتاعت اللي عرفتوا فيها بعض. فطبعا عيلين بيكبروا مع بعض لازم يلطشوا في بعض ولازم يعقوا الدنيا، لان ما بني على باطل فهو باطل، ما بناش العلاقه صح من البدايه. ما كانش راجل عاقل ومتزن ويقدر يشيل مسؤولية، وبنت عارفة راسها من رجليها وتقدر تشيل مسؤولية. لما كبرتوا شوية بدأتوا تطقشوا في بعض، ولكن لسه
برضو بتتصرفوا تصرفات صبيانية، تصرفات أطفال، أنه شتمني وقال لي ومش عارف إيه وبتاع وكده، فأنا حبيت أغيظه ورحت اتخطبت لواحد تاني. يلا هي دي علاقة ممكن تكبر وتثمر وتطلع في النهاية زوج وزوجة وبيت ومستقبل وأطفال، ولا دي علاقة مبنية على لعب عيال؟ اللي انت قريتي فتحته ده او قرى فتحتك ده، هل بتحبي؟ ما اعتقدش انت وافقتي عليه علشان تغيظي التاني. طب يبقى ذنبه ايه؟ ذنبه ايه انك عشان تلعبي التاني تلبسي الراجل ده طاقية بقرنين؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه اللي جاي يرتبط بيك ده وانت موافقتي علشان تغيظي التاني انك تلبسيه في شجرة؟ يبقى انت اللي يتحسب عليك التصرف ده غلط، انت اللي يتقال عليكي كلام مش مظبوط. يبقى تفسخي الاول خطوبة الولد اللي قاري فتحتك ده علشان ما تظلميهوش، علشان ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش اساسا، ونشوف بقى الزبون التاني الاولاني ده اللي هو اللي كان معاكي ده، هل هو جد وقد المسؤولية وجاي يتجوز ولا لا؟ بس انا عايز اقول لك حاجة، ما اعتقدش الموضوع بتاعك ده هيكمل. في كده مواضيع تلاقيها صيصة من أولها كده، رايحة بايظة، اتبنت غلط، بالظبط عامل زي البيت اللي جابه مقاول بناه من غير ما مهندس يرسم له أساساته ويحط مقاسات العواميد وكمل أسمنت وكمل حديد، فيطلع البيت كده مش مظبوط، يقعدوا يرمموا فيه ويلزقوا فيه ويصلحوا فيه ويلطعوا فيه طول العمر. ده اللي أنا شايفه، معلش ما تزعليش مني، بس هو ده الموضوع.